هو اعطى عهد الله على راسه انه ما غيقطعش رزق في واحد. الحاجه اللي هضرناها فراس معاك احنا هضو ديالنا في الجلة عطوا الجماعه الترابيه لان الاخوه سيد المدير سيد الباشا ما عارفينش شكون هما الدايد الدوله احنا كنعرفوه انا معايا انا وحاكم ما كنحملوش شي بعض بلاصه احنا على الحداده اصحاب الدين اسمعوني انا كندخل في التنازل اسمع 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 اذا مشينا للكوميسارية حكا زود التنازلات مع الاخوان حنا اخوات هادشي خصنا نزولوه هادشي خصنا نزولوه باش غنزولوه هو التنظيم التنظيم اذا بقينا اسمع الاخوان الله يرحمهم ليكم اسمعني يا عيون صاحب اسمعني اسمعوني اسمعني الغاضب اذا جينا ومشينا في هاد المحاضرات او اللقاءات او التصاور مع سيد باشا والاخوان المسؤولين راه اقتنعوا وغنتيقوا ببعضنا ولكن هادشي شنو قلت الباشا هادشي ما خصوش يجي كون فيكون هادشي خصو بمراحل تجربه لماذا اننا هاد العام هذا نعملوا في واحد بارتي واحد بارتي ما نعملوش لماذا اننا هاد العام نطلعوا 5 متر من الموجه 3 متر ونعملوا من دونهم وحدهم لماذا اننا نمشيو لديك الشارع ديزا جديد اللي طاحت مع الجهاد ديال الميك البحري ونطبقوا ديك المشروع الاخوان انتم واش عارفين ان البلان واش موافقين عليه ولا لا اللي عملوا الاخوات المهندسات والمهندسين شفتوا البلان ما ناقشتوش فيه واش تفوا واش في الوضعيه في المدينه ديالنا صالح ولا لا هادو هما اللقاءات اللي خصنا نعملو مستقبلا وسيد باشا انت صاحب الصدر ديالو وحنا انا كنمثل شوف هاد الساعه ما كنمثلش جماعه انا في الساعه كنمثل ولد مرتي علاش باش تنتوما تنتوما ما يمشيش عندكم شي واحد راهو كيعمل السياسه هكدا هذا الواقع هادشي هذا خصنا ندافعو عليه كاملين بينا سياسيا جمعويا دينيا اخويا انسانيا والسلام عليكم الترابية بما لها وما عليها تقصير منا كنشكر هاد السيد هذا بالاجهزه اللي معاه السيد مدير كبير كنعتذر منه على هادشي اللي كاين حنا عارفين هاد الملف صعيب ملف حساس ملف كيمس شريحة كبيرة من المدينة ديالنا ملف كيمس جيوب الشباب ديالنا اللي كيخدموا على طول العام شوف كيخدموا على طول العام كاين التغيث وكاين الثقة خصنا نبنيو مع بعضنا الثقة الثقة حنا كوسطاء السكينة ديالكم مع السلطات المحلية كنوصلوا الميساج وكنقولوا لكم أن حتى واحد ما غيتسقاش في المكان ديالو حتى واحد ما غادي يديلو رخصة حتى واحد يمشي للدار حتى واحد يمشي للدار هذا الضمان الجماعة اللي كيبقى القطع اللي شفنا الحمد لله كمل اللي كيبقى هو التنظيم 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 اذا كنتم انتم عندكم حلول ممكنه على هذه التعاونيه ولا شي هذا كاين شي حاجه اخرى تروحوا على ارض الواقع ما كاينش شي حلول اخرى نلتزموا بالتعاونيه في اطار تجريبي عملوا تجريبيه اذا تمكننا اسمحوا لي اذا تمكننا اننا نمشيو ونجحوا بالتعاونيه تبارك الله اذا ما نجحناش نرجعوا على زيرو ونشوفوا الحلول الممكنه انا طلبت سيد باشا انا طلبت سيد باشا هاد الملف هذا اخواتي ناخذوا فيه شويه الوقت ما نكون فيكون عندنا الوقت وكاين لقاءات واقسم بالله احسن حاجه هو ان الشباب كيهضر احسن حاجه هو انتم كتحضروا وتدافعوا وتهضروا لان هذا هو المستقبل اما حنا غنمشيو غدا انتم اللي غتبقاو لهذا تريتوا وسمعوا بعضكم وكنضمن على الضمانات هاد عبد ربي والله ما غيتقاش شي واحد ولا غيمشي شي حاجه شي واحد مزيان هاد التعاوني اللي كيصرحوا الاخوان مصلحه المواطن معاك انا ماشي لك حنا خصنا نغدار حنا خصنا نغدار حنا انا مهضر مزيان مزيان في المنطقه اخي شافي اللي هضر مزيان هزا مزيان شنو المقصد ديالي